أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس سندباد الأهلية. شلونكم حبايبي؟ وياكم سؤال ومادة القراءة للصف الأول الابتدائي. درسنا لليوم أفراخ الدجاجي. نفتح الكتاب على الصفحة 102. 102 درسنا لليوم حناخد به حرف جديد واللي هو حرف الخ، اسمه خاء. خاء يلفظ خ. طريقة كتابته تكون بهذه الصورة. احنا اخذنا بالدروس السابقة حرف ينكتب هاي الصورة، واخذنا ايضا حرف ج وينكتب بهذه الصورة. اليوم حناخذ حرف اخر يشبه الحروف السابقة اللي اخذناها بس نقطته فوق. واحد ما عنده نقطة اسمه واحد عنده نقطة جوه هو ج. ج واحد عنده نقطة فوق هو خ. خ احنا اليوم حناخذ هذا الحرف. هذا الحرف مالتنا بأشكال، خلينا نشوف اشكاله. اشكاله هذه خ اولي، خ وسطي، خ اخري متصل، واخ اخري منفصل. خلي اعلمكم طريقة كتابته. طريقة كتابته حتكون تشبه طريقة كتابة الحرفين السابقين اللي أخذنا، راح نعيده على حرفنا الجديد. أولي نقطة فوق، وسطي شوفوا يشبه القديمات بس النقطة فوق، آخري متصل، وآخري منفصل. مقاطعة ويا حروف المد، خ آ خا و خو. هسه أنا كتبت حو، هسه صارت خو. خي خي و خي خي. أبدا ما نغلط بالنقطة، لأنه إذا غلطنا بالنقطة حيتغير الحرف وحيتغير لفظه. يعني إذا أنا نسيت أحط للأخ نقطة حيصير أح، وإذا نسيت أحط النقطة فوق وحطيتها جوا فصار ج. فلازم نقطة فوق، أبدا أبدا ما ننسى. خا خو خي ويا الحركات، خ فتحة خ، خ ضمة خو، خ كسرة خي ويا التنوين، خ تنوين فتح خن، خ تنوين ضم خن، و تنوين كسر خن. الآن كملنا أشكال حرف الأخ ومقاطعة ويا حروف المد ويا الحركات ويا التنوين. خلي نجي نقرأ درسنا بالكتاب وأشر ماما وياي. أفراخ الدجاج في مزرعتي ثامر أفراخ. أفراخ الدجاج جميلة، يزرع ثامر البطيخة. الدجاج والبط يعطينا بيضا ويعطينا لحما. شوفوا هذه هي أفراخ الدجاج، هذا هاي هي الدجاج وأفراخ الدجاج. احنا كلنا شايفين هاي الصوص الصفرة الصغيرون الكتاكيت، هي هذه درسنا اليوم عليها. شوفوا هاي الصغار مال البط وصغار الدجاج، شوفوا كلش جميلة. يقول لنا بالدرس مالتنا يزرع ثامر البطيخة. نجي على كلمة البطيخة، بهذه الكلمة ماما ناسين يحطون همزة الوصل على الآ فحطوها، وعلى الط حطوا شدة. ناسين يخلوها على الآ همزة وصل وعلى الط شدة، عدلوا هاي الكلمة ماما. الدجاج والبط احنا نعرف كل الزين انه هما يطونا بيض ويطونا لحم. خلي نجي نشوف كلمات درسنا اليوم شلون حتنكتب. يلا وياي ماما. نجي على أول كلمة عندنا اللي هي كلمة أفراخ، خلي نشوفها شلون تنكتب. نجي نكتب أ، شلون نكتب أ؟ أ فتحة أ، أف أف را أفراخ، خ ضمة خو، صارت عندي كلمة أفراخ. أفراخ
الدجاجي هكتبها ال ال همزة تواصل د د شوفوها ضخمة فهحط عليها شدة وهي عليها فتحة الد جا مقطع جا شلون اكتبه ج آ جا الدجا جي جي شلون حكتبه ج آخري منفصل جوا كسرة شوفوا ماما هذا خو بينما هذا جي النقطة جوا هذا النقطة ما تفوق انتبهوا أكيد لازم تنتبهون على مكان النقطة. نجي على السطر الثاني في مزرعتي ثامر أفراح حنكتب في ف إي في مزرعتي ما م فتحة ما مز مز ر ر فتحة ر ع فتحة عتي أجربها أقول مزرعة لو مزرعة دا أقول مزرعة إذا تاء مربوطة جواها كسرة مزرعتي مزرعتي ثامرين احنا اخذناها بالدرس السابق كلمة ثامرين ث آ ثامي ثامي رين ثامرين شكوب مزرعة ثامرين أفراح توني كتبتها حعيد كتابتها فتحة أف أف را أفراح أفراح كنت كاتبتها أفراح هسه حطيت عليها تنوين ضم صارت أفراح. نجي على السطر اللي بعده أفراح الدجاج جميلة حعيد كلمة أفراح فتحة أف أف را أفراح خ ضمة خ أفراح أفراح الدجاجي ال ال تو كتبناها د د عليه شدة وفتحة جا ج ا د الدجاجي الدجاجي جميلة احنا اخذنا كلمة جميلة هعيد كتابتها ج فتحة ج مي م اي مي جميلة 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 أفراح الدجاج جميلة يزرع ي فتحة ي يز يز ر يزرع يزرع ثامرا ث آ ثامي ثامي رن ثامر يزرع ثامر البطيخة شوفوني شلون حكتبها حتى تعدلوها ال ال حطينا همزة الوصل ب الب طي ط اي طي احط على الط شدة البطيخة البطيخة خلي نلون حرف الخاء البطيخة البطيخة يزرع تامر البطيخة. نجي على السطر اللي بعده الدجاج والبط يعطينا بيضا ويعطينا لحما خلينا نجي على الدجاج آ ال ال د ال د جا ج آ جا الدجاج ج ضمة جو الدجاج و و فتحة و والبط آ ال ال شوفوا هنا حطينا فتحة لأن جتي بالبداية بينما هنا حطينا همزة وصل جتي بالوسط الب ب فتحة ب الب ط ط مشدد عليه شدة وضمة البط شوفوا الط شلون ضخم البط شو يسوي الدجاج والبط يعطينا خلينا نكتب كلمة يعطينا يو اي ضمة يو يع يع يعطي مقطع
طي ط اي طي ي طي ن يعطينا يعطينا بيضا ب فتحة ب بي بي ظن شلون حكتب ظن ظ تنوين فتح ظن بيضا يعطينا بيضا و حنعيد كتابة يعطينا اي ضمة يو يو يع طي يعطينا 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 لحما الفتحة ل لا أح لح من من لحما تنوين فتح من لح من أقرأ للدرس أفراخ الدجاج في مزرعة ثامر أفراخ أفراخ الدجاج جميلة يزرع ثامر البطيخة الدجاج والبط يعطينا بيضا ويعطينا لحما كملنا كلمات الدرس تقريبا أكثر كلمات معادة كلمة أفراخ تكررت والدجاج تكررت زين ماما أقرأ بالكتاب مرة ثانية أشر وياي أفراخ الدجاج في مزرعة ثامر أفراخ أفراخ الدجاج جميلة يزرع ثامر البطيخة الدجاج والبط يعطينا بيضا ويعطينا لحما حتاخذون واجب بيتي ماما اللي هو كتابة الدرس مرتين بدفتر المسودة البيتي وأيضا حتاخذون واجب اللي هو كتابة أشكال حرف الخ حتخططون الورقة مالتكم بهذه الصورة حتكتبون أشكاله أولي وسطي آخري متصل وآخري منفصل وكتبوا عدة مرات جوا حتى تضبطون كتابة شكله إن شاء الله تكونون استفاديتوا من الدرس وعيدوا الفيديو أكثر من مرة ماما على مود تنعاد عليكم الكلمات مع السلامة حبايبي الحلوين.